مشاهدي قناة الشرقية دراما في كل أنحاء العالم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا هوليوود الشد. النهاردة طبعا لازم أقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة 2013. إن شاء الله تكون سنة سعيدة كلها خير وبهجة وفرح على كل السادة المشاهدين. النهاردة معانا مجموعة كبيرة من الانفرادات واللقاءات الحصرية، هنتعرف عليها كلها بس بعد الفاصل. النجم الكبير عزت العلايلي قدم كتير من الأعمال الفنية عبر مشواره الفني الطويل، من ضمن هذه الأعمال فيلم القادسية اللي تم تصويره في العراق واللي هيكلمنا عنه من خلال لقائنا معاه، كمان هيكلمنا عن مسلسله الجديد ويأتي النهار. الضابط اللي عزبني مقدم في امن الدوله. انا متاكد بقى ان امن الدوله هم اللي اخدوها. انا خدام الحكومه يا باشا. 100 مره قلت لك ان عنتر ده احسن راجل معايا في الداخليه. البلطجي ده كان عايز يخطف اختي. كلمه تانيه مش هتلاقي نفسك لا انت ولا بنتك. اكيد معينونيش عشان امسيه. لا هي اول مره ولا اخر مره. حقي ومش هسيب. مجموعه كبيره من المتظاهرين والاستاذ كمال قبضوا عليهم وخدوهم امن الدوله. مصر في بلده مالوش ثمن. العدد ده لو كان نزل السوق كنا رحنا في 60 داهيه. انا شفت سيل من التعليقات اللي تنتقد الاوضاع في مصر وبتفضح ممارسات الشرطه. أنا ختمتك وجسمتك على راسي وكل اللي هتقول علي هعمله. صدقني بتتراها معنا. ويسعدني أن يكون معايا النجم الكبير القدير الأستاذ عزة العلايلي. بقول لحضرتك ألف مليون مبروك على التكريم النهاردة. أشكرك كتر خيرك ربنا يخليك. عايز أعرف إحساس حضرتك بالتكريم في يعني خضم كل الأحداث الساخنة اللي بتمر بيها مصر. والله قيد على الواحد طبعا. التكريم ده فضل من الله سبحانه وتعالى، وهو قيد على الإنسان إنه لا يعني لا يتنازل طبعا، لأنه هي مسؤولية كبيرة جدا جدا إنك تكرم. ويعني أنا بتوجه بالشكر والتقدير لمن يكرموني هذه الليلة، كتر خيرهم. ويعني مش أنا عاجز إن أنا أقول إيه يعني، طبعا الحقيقة شيء جميل جدا وشيء يضيف لي مسؤولية من المسؤوليات الفنية اللي الواحد عايش بينفذها. احنا كمان بنشكرهم يا فندم لان هم بيقدروا فن حضرتك طبعا وتاريخك العظيم المليء بالاعمال الجميلة. وحابب اسأل حضرتك عن الحصار الموجود دلوقتي على الاعلام المصري ومدينة الانتاج الاعلامي، رأيك فيه ايه؟ ان شاء الله الامور تعدي، انا عندي امل يعني. ان هم لغايه دلوقتي ما عملوش حاجه، هم واقفين بس حوالين وارجو ان هم يتفهموا الموقف كويس جدا، يتفهموا حقيقه الاعلام كويس جدا، وان ما يخشش بينهم حد له اهداف اخرى. ان احنا مهما رحنا ولا جينا احنا مصريين، ويجب تكون قلبنا على مصر ومستقبل مصر وحاضر مصر وسمعه مصر، كل ده مهم جدا 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 جدا. فبقول لإخواتي يعني خلي بالكم خلي بالكم، دي مصر، مصر دي أمانة، أمانة في عنقكم، اوعوا خلوا بالكم. لأن أي حاجة النهاردة العالم على طول إذاعاته وإعلامه وكل حاجة مسلط علينا احنا دلوقتي، فخلي بالكم أرجوكم. ويأتي النهار عنوان يعني أحدث مسلسلات حضرتك طبعا مع المخرج الكبير محمد فاضل. تقول يعني المسلسل ده يا فندم؟ وبيحكي عن ثورة 25 يناير وما قبل ثورة 25 يناير وإيه اللي أدى لقيام هذه الثورة. يمكن تعرض المسلسل لتوقفات كثيرة لظروف إنتاجية، رأي حضرتك في ده إيه؟ لا اسأل الإنتاج بقى، ما تسألنيش أنا، اسألهم.
بالنسبة لحضرتك كفنان، لما بيحصل حاجة زي كده ده بيبقى شيء يعني بيضايقك، بيخرجك من المود الفني الجميل؟ بيحصل كتير وبنعدي يعني، بعد ربما لظروف طارئة على الإنتاج يعني. أنا باخد الجانب الأبيض دايما، ما باخدش الجانب الأسود باستمرار طبعا، ويعني وعندي أعذار للناس، ما في كده يعني، إنما شخص ما فيش سوء نية يعني. الشخصية اللي حضرتك بتجسدها بقى من خلال الأحداث تقول عنها إيه؟ شخصية راجل وطني 100%، عنده أسرة من ولد وبنت، البنت متزوجة وبتقيم في كندا، والابن لازال في المرحلة الجامعية، فالابن بيتعرض لأحداث وهو بيتعرض برضو لأحداث، وبينزل الميدان يعني لغاية ما بتحصل ثورة 25 يناير أو بتبدأ ثورة 25. يمكن في آراء كتير بتقول إن إحنا لازم نبعد شوية عن ثورة 25 يناير، يعني يمر كذا سنة عشان نقدر نقيمها في أعمالنا الفنية ونقدمها في أعمالنا الفنية بشكل جيد، إيه رأي حضرتك في الرأي ده؟ الرأيين صح يعني نقدمها دلوقتي وهتتقدم بعدين وهتقدم بعدين وبعدين، طالما أن هناك حدث أثر في الواقع المصري لابد أن بين كل فترة وأخرى لابد أن نعود إليه. بالتأكيد حضرتك زرت العراق قبل كده مش كده؟ طبعا. ذكرياتك عن العراق إيه يا فندم؟ بلد من أجمل بلاد العالم طبعا، وشعب عربي أصيل وجميل وبديع، وهناك فنانين أصدقاء عظماء جدا، أنا أرسل لهم التحية والتقدير من كل قلبي، لأنهم يعني استضافوني استضافة 8 شهور أنا بصور القادسية هناك، يعني شعب جميل، شعب رقيق، شعب فنان، يعني أرجو لهم السلامة والصحة والتقدم باستمرار. حضرتك بكل خير. القادسية من الأعمال طبعا الجميلة جدا، تقول إيه عن الفيلم ده؟ أقول إنه علامة من علامات تاريخي طبعا، أفخر بيها جدا جدا. العمال والموظفين والمهندسين بتوع شركة الفيروز هيعملوا اعتصام، كل العمال اتفقوا لو باعوا صح هنجف في وش الكل. كارت توصية منهم أو تليفون يخليني أشتغل على طول. استخدام الأمن للقوة بالشكل العنيف ده ضد المتظاهرين، إحنا مستحيل نسكت عليه. نشروا لي أول قصيدة ليا في الجورنال. يا حبيبي يا أحلى حبيب، يا قارصني من اللباليب، من فضلك بقى غديني واعمل لي شاي بحليب. اسكتي، ده أنا نمت مبارح وحلمت بحلم عجيب، قال إيه؟ أصبحت أديب ووقفت في لمة كبيرة والناس تسقيف ودبيب، قلت لهم أحلى قصيدة مليانة بالأعجيب، وتلموا الناس حواليا قرصوني من اللباليب. عمتر زمان كان فارس حر، دلوقتي شيخ منصر وقتا يفيض شرا لما يخر، وعلى الغلابة بيتشطر. خلاص الناس ما بقتش تخاف. و12 حمل للنجوم مجموعة كبيرة من الأخبار السارة، كمان كان في مجموعة أكبر من الأخبار السيئة. 2013 النجوم بيتمنوا أمنيات كتيرة، هنتعرف على كل ده من خلال لقائنا مع بعض النجوم. 2012 على المستوى الشخصي شايفها إزاي، و2013 تتمنى فيها إيه؟ 2012 على المستوى الشخصي ما كانتش سنة كويسة قوي بالنسبة لي، أنا فضلت عيان 3 شهور وأذني الوسطى لغاية دلوقتي مخلياني مش عارف أتوزن، لكن الحمد لله وأتمنى أن في 2013 يزول ده إن شاء الله. أتمنى على المستوى الشخصي أن يبقى عندنا الحرية والديمقراطية والاستقرار اللي احنا بنأمل ليه. أتمنى بقى أن كل الناس تنزل شغلها، أتمنى أن احنا نكون أحسن وأحسن، وطبعا حتى لو بقينا الأحسن ده مش هياخد يوم ولا اتنين ولا شهر ولا شهرين، بس على الأقل يبقى في نوع من الاستقرار، لأن ده هيعمل لنا استقرار نفسي، كل الناس بقى تنزل تشتغل وتشوف حياتها طبيعية، ما يكونش فيه التشاحن والعنف بيننا وبين بعض والانقسام بيننا وبين بعض. فيا رب أنا بأمل كل خير لبلدي إن شاء الله. اللي جاي كله 12 و13 ولغاية آخر يوم في عمرنا، وفي وإن شاء الله الوطن حيقوم وحينهض
مصر والمصريين أقوى من أي حاجة، مفيش حاجة تقدر تعرقل مسيرة الشعب ده بعد ما طلع من أمه. 2012 أنا شايفها يعني من أسوأ سنين اللي عدت على مصر يعني، بس الحمد لله في آخرها الناس بدأت تفوق، وبدأت الناس تفهم حاجة جديدة، والناس ابتدت تستوعب انها ما كانتش واخده بالها وكانت مخدوعه. فاتمنى ان 2013 تيجي بالخير، اتمنى يا رب. انا سعيده جدا. 2012 طبعا زي كل شعب العربي كان عندنا مشاكل وكنا تعبانين نفسيا، لكن في النهايه احنا بنقول ان احنا موجودين، وان شاء الله ان شاء الله اراده الشعب هو اللي هتجيب نتيجه، هتنتصر إن شاء الله. تفاءلوا بالخير تجدوه، ما فيش حاجة دلوقتي بتقدر تقولها على المستوى الشخصي لأنه همنا هم عام. لما إن شاء الله حلمنا العام يتحقق، حلمنا الخاص هيجي كده باي ذا واي. أنا متفائلة وبحب رقم 13 قوي. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. 2013 إن شاء الله على الأبواب. 2012 شايفها إزاي على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام؟ 2012 هي زي ما بيقولوا بالانجليزي point of attack، يعني مرحلة عبور او نقطة انطلاق ان شاء الله تكون بيضة على مصر ان شاء الله. ان شاء الله 2013 تتمنى فيها ايه يا فندم؟ الستر والصحة. 2012 كانت رائعة، 2013 ان شاء الله بتكون اروع على المستوى الشخصي. امنيات اكيد كلها شخصية وخاصة بالعمل وبالعيلة و طبعا، بس على الصعيد إذا بدك العام ما بدنا غير السلام إن شاء الله. سيك من 2012 دلوقتي، خلينا في 2013. أعتقد إن إحنا هنوصل لكل حاجة كويسة. إحنا دولة تقيلة، شعب صعب، شعب عنيد بس طيب جدا. لو جيتونا من حتة طيبة هتلاقونا برضو كويسين قوي، من حتة الغلط بنقلب وبنبقى وحشين قوي. 2012 طبعا يعني ده من اهم السنوات اللي في يعني من اهم السنوات اللي في حياتي، يعني مسلسل فرقه ناجي عطا الله مع الزعيم عادل امام وفي نفس الوقت مع المخرج الجميل رامي امام، فسنه خير عليا يعني 2012، ويا رب سنه 2013 كده يعني ان شاء الله. 2012 عدت كلامح البصر في حاله من التوجس، من الانتظار، انتظار الأحسن اللي كنا منتظرينه وتم وعدنا به، ولكنه للأسف حصل العكس. فنتمنى أن 2013 بإذن الله الوعود تتحقق، ومصر تمشي للأمام، ومصر تعود كما كانت رائدة في كل شيء، واستثمارنا يزيد، وكل واحد يخليه في نفسه، وكل واحد يخليه في عقيدته، وكل واحد يخليه في رأيه، لأنه البني آدم أنا هقف قدام ربنا سبحانه وتعالى لوحدي بدون جماعة، أنا بس لوحدي اللي ربنا هيحاسبني على أفعالي. 2012 يعني بص احنا يعني لغايه ما البلد تهدى وتستقر انا هتبقى كل السنين بتاعتي سنين مش لطيفه، يعني انا مش هستريح ولا ههدى ولا هنبسط ولا هعرف اعيش حياتي كويس انا وكل المصريين الا لما الدنيا تتقدم ومصر تستقر وتتحرر وتبقى بلد حره، بلد شعبها حر بيختار بلده، بيختار احداث يا رؤسائه ووزرائه وقوانين ودستوره ويعملوا بايده ويبقى موافق عليه، غير كده ما اعتقدش ان اي حد ممكن يستقر ولا يشعر بالاطمئنان. فلغايه ما ده يحصل ان شاء الله اعتقد ان كلنا هنبقى في حاله يعني ترقب، وان شاء الله هنعدي بيها الورق الامام باذن الله. الحمد لله كل سنه احسن من اللي قبلها، و2012 احسن من 2011، وان شاء الله كل سنه طيبين، راس السنه جايه علينا وسنه جديده ميلاديه جايه علينا، ان شاء الله 2013 تبقى احسن واحسن. 2012 شايفها ازاي و2013 تتمنى فيها ايه على المستوى الشخصي؟ أنا شايف إن التغيير حصل، التغيير كبير حصل، مش عشان ميشيلنا مبارك، ولا عشان انتخبنا رئيس مرسي، ولا عشان دلوقتي شايفين إن مرسي فقد الثقة فواقفين ضده وإن شاء الله يمكن نخلعه لو ما اعتذرش عن هجمته على الشرعية اللي هي بسببها هو موجود مكانه. 2013 التغيير الحقيقي اللي حصل هو البني آدم المصري اتغير، اتغير إزاي؟ ما بقاش يستحمل حد يدوس على حقه. هو ده أهم تغيير، ولذلك أنا مع المظاهرات الفئويه لانها بتقول حاجه مهمه جدا، بتقول ان المصري النهارده ما بقاش يستحمل انه حد ياخد منه حقه ولا حتى يخليه يلبس بطريقه معينه او يعيش بطريقه معينه، ما فيش حاجه اسمها كده. يعني اسال اي ست حتى لو محجبه تحبي الحجاب ده يكون بالقانون؟ لا طبعا.
وانا انا اللي اختار مش وهكذا. فده ده التغيير الحقيقي. التغيير الحقيقي انه البني ادم المصري اصبح حر ومش هيستحمل حد ياخد حريته دي منه ولا حتى يستحمل حد يدوس على حق من حقوقه. ودي اهم ده اهم تغيير الحقيقي. 2012 اسود سنين عمر مصر. احنا في أسوأ شيء عمر ما مر علينا الحالة اللي احنا فيها المتردية جدا، يعني لا, لا, لا أمان ولا حرية ولا عدل ولا حاجة أبدا. ناس بتموت من غير ذنب. يعني أنا لسه دلوقتي سامع الحقيقة خبر زعلني جدا، يعني الحسيني أبو ضيف توفى، صحفي زميلنا طبعا، يعني حبيبي شاب صغير فعلا في السن ده ونازل يغطي شغله بيؤدي شغله، ده يموت ليه؟ ده ذنبه ايه؟ يعني ايه الذنب اللي اقترفه؟ فالواحد فعلا قلبه موجوع. فدي سنة يلا بقى يعني عايزينها تخلص وتنتهي، فاضل فيها ايام بسيطة لانه فعلا هي اسود سنين عمر مصر. وبتمنى يا رب ان 2013 تيجي مختلفة وتيجي سنة قوية ومصر فعلا تستعيد قوتها وتقف على رجليها وترجع مصر القوية اللي اسمها عالي، اللي ليها الريادة في مجالات عديدة وليها نجاحات عظيمة في كل مكان في الدنيا. احنا كنا مثلا في الفن بأفلامنا، يعني من سنتين انا كنت بسافر مثلا، قعدت سنة سافرت فيها مثلا فوق 23 مهرجان. صحيح، خلطة فوزية طبعا، خلطة فوزية 1-0. يعني 2012 كتر خير ربنا الحمد لله رب العالمين. دبي أفضل مطرب وطن العربي، الأردن الفضائيات العربية كلهم أفضل مطرب وأفضل ألبوم، يعني ومهرجان وبعدين مراكش بعدين أروح دبي مرة تانية الحمد لله رب العالمين. بقول بتمنى طبعا 2013 تكون استمرارية للنهاض، النهضة الكبيرة اللي احنا بنقدمها كلنا كشعوب، نوصل للديمقراطية ونوصل لراحة البال ونوصل للحلم اللي احنا نحلمه، الحلم اللي احنا نحلمه كلنا نعيش عيشة كريمة مش اكتر من كده. 2012 بالنسبة لي انا ما اشتغلتش فيها، كنت في الكويت بعمل اعمال. 2013 اتمنى ان البلد تستقر سياسيا واقتصاديا وفنيا وكل شيء، ونرجع تاني لدورنا الأساسي هو إسعاد الجماهير. وعايز أقول من خلال برنامجك إن الفن سيظل موجود، مفيش أي قوة هتقدر تأثر عليه. أحنا هنناضل وهنكافح زي ما قال الأستاذ جلال شرقاوي في المؤتمر الصحفي، وإحنا معاه ومحدش هيقدر يسلبنا حقوقنا الفنية إن إحنا نعرض ونقدم فننا للجمهور. سنة 2012 كان فيها أحداث حلوة وأحداث مؤسفة وأحداث تحزن وأحداث تفرح. الحقيقة كانت سنة يعني متلخبطة شوية. أتمنى في 2013 يبقى بلدي هادية، الناس في أمان بينهم، إحنا كلنا واقفين إيد واحدة ماسكين إيدينا في إيدين بعض وحوالين بلدنا. كل ده اللي أنا أتمناه لبلدي في 2013. يا رب بس الرسالة توصلكم، عايزين نقف جنب بعض أكتر من كده. مش هينفع اللي إحنا فيه ده. يا رب يجمعنا زي ما هو قادر يعمل حاجات كتيرة بينا، قادر بإذن الله إن هو يجمعنا. وصلنا لملكة حلقتنا النهاردة، تعالوا نتعرف هنعمل إيه أنا والملكة. كل سنة وانتم طيبين، والنهاردة قررنا ان احنا نكون مختلفين في كل فقراتنا. فقرتنا السابتة المميزة كل اسبوع انا والملكة، الحقيقة كنا بنغوص من خلالها في اعماق الحضارة الفرعونية القديمة. النهاردة قررنا ان احنا نغير ونغوص في مرحلة تاريخية مهمة جدا من تاريخ مصر، وهي مرحلة الدولة الايوبية او العصر المملوكي. والنهاردة معانا الملكة شجرة الدر
اللي هتجسدها النجمة الشابة منى جلال. بقولك منورة هوليود الشرق وأنا والملكة. مرسي يا محمد، ده بنورك ومرسي جدا، الفكرة كمان حلوة قوي، نورين، كل سنة وانت طيب. هتعمل ايه دلوقتي يا حبيت عين امك؟ الحقيقة منا هي اللي اختارت شخصية شجرة الدر، وعايز اعرف يا منا ليه شجرة الدر؟ بحبها جدا، شجرة الدر شخصية من الشخصيات القوية، ملكة كانت متواجة فعلا، قد ايه كانت بتاخد قرارات، قد ايه كانت حازمة، وفي نفس الوقت كانت رومانسية وكانت بتحب، ولما كانت بتيجي تاخد قراراتها ما بتفكرش، بتاخد قراراتها على طول لانها بتبقى عارفة ان ده بيبقى صح، عشان كده بقت شجرة الدر. تمام، انا عايز اشكرك على فكرة على الاختيار ده، لان فعلا انا حاسس انا عجبني قوي شكله، اصلا شكلي مختلف، حاسه اني ملكه. وعايز اقول لك يعني اجمل ملكه طلعت معانا في البرنامج. تسلم. ميرسي يا محمد، تسلم. طيب منى، انا عارف ان انت برج الجوزاء مش كده؟ بالتاكيد في صفات كتير مشتركه ما بينك وما بين شخصيه الملكه شجره الدور. عايز اعرف بقى ايه الصفات المشتركه؟ حنونه، القوه اللي عندها، ساعات هي ممكن تبقى قوية الكلام بس ضعيفة الشخصية، يعني ممكن تحس من دهفتها، يعني من أول ما تشوفها كده إن هي ست قوية جدا وست حازمة، بس هي من جواها قد إيه كان عندها كم حب ورومانسية غير طبيعي. صحيح، وده كان باين قوي في الفيلم الشهير بالزبط. وإسلاماوي، الشخصية طبعاً العظيمة اللي جسدتها الرائعة تحية كاريوكا. طبعا مع إنها كانت شريرة بس هي مش شريرة، بس كانت علاقتها بزوجها بالزبط. كان باين إنها رومانسية بالظبط. طبعا طبعا طبعا. منا أنت رومانسية؟ كتير. ممكن تضحي من اجل حبيبك باي حاجه؟ طبعا. حتى العرش اضحي؟ لو طلب منك انك تتنازلي عن العرش بالنسبه لك طبعا التمثيل والفن؟ لا، يعني اضحي بسبب ما عندي بيت واولاد، ويعني اكيد الفن مش دايق. صحيح. بس انا عندي ده مهم يعني. صحيح. طيب الملكه شجره الدر والنجمه منى جلال، اول قرار هتاخديه دلوقتي حالا، دلوقتي بعد حالاً؟ ما قعدتي على العرش دلوقتي حالا، دلوقتي حالا اول قرار هاخده، اول قرار هاخده هشيل كل الحكومه الجديده. الحكومه المصريه؟ الحكومه المصريه. لا ده انت كده بقى كده بقى دخلت البرنامج يتقفل. طب الحكومه الجديده اللي منا هتشكلها، لو طلبت منك تشكليها من زمايلك بقى الفنانين، من زمايلي مين بقى وزير الاقتصاد، مين وزير مجلس الشعب والشورى، الرياضه، الوزارات المختلفه؟ بص، وزير الاعلام. أيوة. هيبقى حسن الرداد. اشمعنى بقى؟ تمام، علشان هو مسالم، يعني حسن من الشخصيات المسالمه، وبس جينيوس جدا، ذكي جدا، ناجح. لو انا حطيته في وزاره الاعلام هينجحها، هيعمل لها انتعاشه كده، هيعمل لها ريفرش كده من اول وجديد. جميل. هو فيلم والانسه مامي طبعا مع ياسمين عبد العزيز مكسر الدنيا. وفي نفس الوقت هو كوميدي، فهيقدر ان هو يعمل مسلسلات. تمام. كوميدي، يقدر يعمل مسلسلات اجتماعيه، يقدر يدير، هو عنده الاداره بشكل كويس قوي. تمام. وزاره الماليه، يلا على طول كده عشان وزاره نخلص. الماليه. احمد السعداني. اشمعنى محافظ بخيل يعني؟ لا احمد محافظ يعني. عارف بيحط فين القرش، يجيب له ايه، يعني هيقدر ازاي يدخل لي اقتصاد لبلدي، بيقدر ازاي ان هو يوفر لي وفي نفس الوقت يبقى العيشه طبعا للنجم احمد السعداني وباباه طبعا العملاق صلاح السعداني. طبعاً. نخش بقى على الخارجيه. وزاره الخارجيه مين وزاره الخارجيه؟ لازم حد بقى دبلوماسي وكده وبيعرف ان هو يتفاهم مع كل الدول الاجنبيه وطبعا يجيد اكتر من لغه. وزاره الخارجيه صعب. عمرو واكد طبعا. هو سافرنا طبعا في العالم وقدم اكتر من فيلم عالمي. طبعا
طبعا عمرو واكد شرف يعني بقى. شرف الداخليه وزاره الداخليه وزاره الداخليه بقى يجيب لاحمد رزق احمد رزق هو فعلا شكله كده وزاره الداخليه احمد رزق باخر مسلسل عمله فوزاره الداخليه تبقى احمد رزق جميل طب لو قلنا وزير الثقافه بقى وزير الثقافه والفن. وزير الثقافه نجيب مين وزير الثقافه وزير الثقافه نجيب بعلاء مرسي على فكره انت متحيزه للجنس الخشن لا ما انا هجيب لك الجنس الناعم انت هتجيبي كلهم فنانات لا لا هجيب لك استنى في كذا وزاره لسه لسه في وزاره في لسه في وزاره الشؤون الاجتماعيه دايما الشؤون الاجتماعيه دي مخصصه للمراه انت عارف ليه وعندك وزاره ايه تاني عندك وزاره العدل طيب ما انت ما قلتيش مين وزاره الشؤون الاجتماعيه وزاره الشؤون الاجتماعيه لقاء الخميسي جميل هي تحس تعرف ازاي طيوبه حبوبه لما تخش عند اي حد يبقى عنده مشكله تحلها له على طول هتبقى مسالمه يعني هيبقى عندها السلام ده عندها وتعرف ازاي تمتص غضب الناس لما تدخل وتعرف ازاي تاخد قرارات في الوقت المناسب جميل طيب انا هقول لك اسم وانت اختاري بقى الوزاره طيب قول لي اسم العظيم شفيق جلال الله يرحمه وزارة العدل اشمعنى هو كان بيعدل جدا ما كانش عنده هو عنده ما عندوش قرار هو عنده يا ابيض يا اسود يعني في الشارع عنده في شغله في حياته بيدي بس عادل يعني ده وزير العدل طبعا اتعلمتي ايه بقى من خالك الفنان الجميل المطرب الشعبي الراحل شفيق جلال بص خاله اتعلمت منه حاجات كتيره قوي اتعلمت منه النجاح وتعلمت منه الامل وتعلمت منه الكفاح وتعلمت منه يعني ايه تبقى انسان تحط سقف تحت سقف حلقك ملاحه قبل ما تطلع الكلام مع الناس تدوق طعم الكلام الله. يعني تعرف ازاي انت بتتكلم مع مين وبتقول ايه في الوقت المناسب الكلام اللي بيطلع من بقك لازم يبقى طالع بحساب ما ينفعش تقول اي كلام لان اي كلام انت بتقوله بتبقى انت ملتزم بيه بيبقى طالع من لسانك فلازم ويبقى لسانك حلو وان انت تسال على الناس كلها اتعلمتي منه الصوت الحلو كمان مش قوي طبعا ما فيش حد زي صوت شفيق جلال ولكن طبعا انا في المعهد لما دخلت المعهد اتعلمت مزيكا معهد الفنون المسرحيه فنون مسرحيه الحمد لله انا خريجه 2010 وامي كمان بتدندن كده برضو ما امي واخده منه خاله قوي موضوع طبعا مامتك الفنانه الجميله سعيده جلال تمام فامي وخاله اتعلمت منهم هما الاثنين لان هما الاثنين تحس ان هما كائن واحد اتعلمت منهم حاجات كتيره جميل طب نسمع بقى حته كده تفكرنا بالعملاق شفيق جلال شيخ البلد ترارم ترارم خلف ولد ترارم ترارم شيخ البلد ترارم ترارم خلف ولد ترارم ترارم يا فرحته قلبه انشرح عامل فرح في خلفته شيخ البلد شيخ البلد الله الله عشان فيش الله صوتي برضو لا يعني لا لا لا. بس بأديها بشكل كويس قد كده كان الفنان الشعبي الجميل الراحل طبعا الباقي شفيق جلال كانت كلماته بسيطة وجميلة وبتمس وجدان الناس في كل مكان في مصر هو فعلا كان يمس وجدان كل الناس يعني كانت كلماته قد ايه بسيطة بس في الفرح تلاقيه في المولد تلاقيه في السبوع تلاقيه في الحزن تلاقيه يعني موال الصبر ده كان عبقري موال الصبر وخسيس قال اصيل تعالى عندنا خدام تاكل وتشرب تبقى يعني انا حكم يعني حكم مش كان بيقول موال بس بيبقى وراء حكم حكم صحيح. لغايه النهارده انا لما بسمعها وانا شاب اقول يا سلام على الحكم اللي كانت بتتقال واحنا صحيح. صغيرين صحيح. طبعا صحيح صحيح يعني تفتكري ايه اكتر موقف تفتكريه شفيق جلال كده وانتي قاعده معاه كان دايما يعني حاجه معينه خاله كان دايما اول ما يصحى من النوم لازم يكلم كل اصحابه كل الناس يسلم عليها ده استمر لحد ما مات يعني لحد ما توفى وهو كانت عنده العاده دي ان هو لازم يصحى من النوم عشان كده كان كل الفنانين زمايله بيحبوه ولغايه النهارده طبعا بيشكروه كل طبعا 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 مفيش ده النهارده كمان ده النهارده مش موجود ما عندناش شايفه الوسط الفني بقى ازاي انتي وانتي فنانة شابة لا ما بقاش فيه الحب بتاع زمان ما بقاش فيه الصداقة الحلوة بتاع زمان لا لا كل ده راح خالص للأسف الشديد
يعني البيئة الفنية اللي انت اتواجدتي فيها بالتأكيد حببتك في الفن قوي، مش كده؟ طبعا. تفتكري اول مرة وعيتي على الفن وقلتي لا انا حابة اكون ممثلة كانت امتى؟ اول مرة كانت مامتي بتعمل مسلسل وانا كنت بالية صغيرة كده، عندي بتاع حوالي 6-7 سنين، وقعدت اقول لها عايزة امثل، خديني المشهد امثل. فكان فاكرة ساعتها كان مخرج عادل الاعصر، فخدني فعلا ودخلت عملت المشهد كده وانا بالية صغيرة. فبدأت احب ده براتكس مع امي من كتر ما بروح معاها كنت التصوير. فلما كبرت ودخلت ثانوية عامة قلت لا انا نفسي ابقى ممثلة، اعمل ايه وبتاع؟ قلت لازم ادخل معهد فنون مسرحية عشان يبقى عندي موهبة. مش لازم، لا يعني انا اوريدي عندي الحمد لله كان عندي سنة موهبة، لا بالتأكيد، بس قلت عايزة انمي موهبتي اكتر، اسكل موهبتي ويبقى عندي ثقافة. انا المعهد ثقافني كتير جدا، اداني ثقافة واداني شغل واداني تمثيل على مسرح، اني بشتغل مع كبار المؤلفين العالميين اكيد برا مش حماسه. يا منى ما حبيتيش ان يتقال ان انت داخله الفن بالواسطه؟ لا ما حبيتش الصراحه، اخدتيه من طريق شرعي اللي هو الصراحه يعني. وانا كانت دفعتي كمان كانت حلوه قوي، يعني كانت دفعتي احمد السعداني، كانت دفعتي منى شلبي، عشان كده اديتي له وزاره الماليه. ايوه منى شلبي، احمد الفشاوي، مدحت تيخه. لا انا كانت دفعتي دفعه قد ايه كانت جميله قد ايه كانت قويه جدا. شايفه نفسك ازاي بقى وسط زمايلك من دفعتك؟ انا شايفه نفسي الكتكوته الشقيه اللي يعني اللي بتتغير في كل حاجه. يعني انا عندي حتى في ادواري انا بحب ابقى متغيره جدا، ما بحبش ما ماشي على نمط واحد وعلى وتيره واحده، لازم ابقى متغيره ومتنوعه علشان الناس ما تملش مني. ده شيء جميل جدا. اهم المحطات بالتاكيد في محطات مهمه كل فنان بيعتز بيها، اهم محطاتك ايه يا منى واللي فعلا لما بتذكر الاعمال دي بتبقي فخوره جدا بيها؟ والله يا احمد اهم الاعمال دلوقتي المشهد الجميل اللي انا لابساه ده مش عايزه اقول لك يعني والله حاسه ان في جبل فوق دماغي حياه ربنا واللبس، بس هو لبس حاسه ان شخصيتي حاسه اني فرد عضلات مناسب لشخصيتي. ايوه مناسب لشخصيتي. جميل. اهم المحطات في حياتي، لا انا عندي محطات كتيره قوي الحمد لله. محطاتي طبعا يعني جنة ونار مع مدام تيسير فهمي، قد ايه كان الدور الشر وقد ايه كان الدور حلو جدا. علا غانم طبعا اشتغلت معاها وكنت مستمتعه جدا بالعمل معاها. يسرى طبعا استاذه يسرى، ودكتور سمير سيف قد ايه استمتعت بالشغل معاه بالشمع الاحمر طبعا، مسلسل كسر الدنيا طبعا. انا كان نفسي ابقى في المسلسل ده ولو مشهد حتى عدي منه، لان كان مهم جدا ان انا اتحط عندي في السي في ان انا اشتغلت في يوم من الايام طبعاً مع المخرج الكبير سمير سيف مع النجمه الجميله يسرى. استاذ احمد النحاس ده حاله خاصه لوحده، لان انا يعني هذا الانسان الجميل هو اللي دعمني فنيا، هو اللي اداني ادوار كنت لسه المفروض ما اخدهاش، عدى من حياتي سنوات كتيره جدا. فاشتغلت معاه ما شاء الله 5 مسلسلات، في كل خطوه معاه كانت بتقدمني. وحاليا دخل في سي في برضو المخرج الجميل خالد بهجت، والمسلسل الرائع اللي انا بعمله اللي غيرني كونتينيوس، غيرني 100%. انا بحييه وبقول له مرسي جدا ان انت يعني اضفت لي كتير قوي 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 في التمثيل. خليك فعلا امثل ده مسلسل لا كان يا مكان. الجزء الاول دورك فيه ايه والجزء الثاني؟ الجزء الاول دوري فيه بنت بتحب قوي ان هي تصاحب الشباب علشان هي عظيم. لا هي اتخلقت كده، اتربت كده، شخصية منحرفة يعني. شوية ولكن في الاخر بتكتشف ان هي بقت انسانة تانية خالص لما حبت بجد. يعني هو ده النموذج بيقولك ان مش كل البنات اللي بتمشي في الطريق ده تفضل ماشية فيه، لما بتلاقي حد كويس بيحبها بجد ولما بتتغير، لان هي بتكتشف ان هويتها ان هي كانت باباها ومامتها ناس، وبعدين اكتشفت لما كبرت ان مامتها ست تانية خالص. فهي دي الهوية. في مسج للشخصية، إن الإنسان ممكن يغير من نفسه وممكن يعيش خلاص على 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 حياته الجديدة ويتأقلم عليه. صحيح. الجزء الثاني شخصية حزينة جدا، صعبة جدا، بنت صغيرة لدنيا عبد العزيز وإناس النجار،
وعندها أم شريرة سلوى خطاب وأستاذ محمد كامل أبوها ترقبي، وهي عندها قهر وظلم من العيلة كلها. كوميدي شوية. كانت بتمسك مطوة وكده ولا؟ تمشي وتخش تبلطج وعلى الناس وبتاع ومش هاممها أي حاجة. طيب وأنا ممكن أستغنى عن الخنجر بتاعي ده ليه؟ لحظات امسكي بقى الخنجر ده، واحنا كده يعني بنودع 2012 وبنستقبل الله. ان شاء الله 2013 ان شاء الله. يعني عايزك تتخلصي من شخص او من حاجه وحشه كانت موجوده في 2012 بالخنجر ده. تخلص من الخنجر ده، خلينا جد بقى شويه. تخلص من الخنجر ده من كل حد قتل شهيد في 2012، واتمنى يا رب ان 2013 ما يبقاش فيها دم، ما يبقاش فيها خنجر، ما يبقاش فيها سيوف، ما يبقاش فيها حرب. يا رب نعيش في سلام وامان، يا رب تبقى بلدنا بلد الامن والامان، لان مصر دي بلدنا بلد الامن والامان مهما حصل ومهما كان، ومصر محروسه من العين. ويا رب ان شاء الله ان شاء الله تبقى سنه سعيده وجميله على كل الامه العربيه وما يبقاش في ده. يعني بالتأكيد منا يعني سمعنا صوتك مميز جدا، وعشان كده عايزين بقى تختمي معانا بأغنية للسنة الجديدة ويكون فيها تفاؤل كده ودعوة للكل ان هو يتفائل. تقولي ايه؟ تغني معايا؟ هتغني؟ شور صوتك حلو يعني؟ على قدي ان شاء الله. مذيع يعني ما شاء الله. سبع مواهب. سبع مواهب ما شاء الله. تلات شهود اهو ما بحسدش. طب نغني دليده كلمه حلوه وكلمتين. جميله. طب جميلة. يلا ابدا. كلمه حلوه وكلمتين حلوه يا بلدي، غنوه حلوه وغنوتين حلوه يا بلدي. املي دايما كان يا بلدي اني ارجع لك يا بلدي، وافضل دايما جنبك على طول. وذكريات كل اللي فات فاكره يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكره يا بلدي. اول حب كان يا بلدي مش ممكن انسى يا بلدي، فين ايام زمان قبل الوداع. وكلمه حلوه وكلمتين حلوه يا بلدي، غنوه حلوه وغنوتين حلوه يا بلدي. املي دايما كان يا بلدي اني ارجع لك يا بلدي، وافضل دايما جنبك على طول. الله الله الله، جميل جدا يا منى. انا الحقيقه سعيد ان انت معانا في يعني اول حلقه ان شاء الله في السنه الجديده، او احنا بنودع 2012 وبنستقبل 2013 بالحب والامل وبالمشاعر الانسانيه الجميله الراقيه. واسمحي لي بقى في نهايه اللقاء الممتع ده اني اهديكي، يعني انا شخصيا بعتبر ده اعظم هديه طبعا من تراثنا الفرعوني الجميل، و2013 بالفرعوني. ميرسي يا محمد قوي، وميرسي جدا ليك، مذيع جميل قوي ربنا، ومذيع سلس قوي، وقد ايه يعني انا استمتعت معاك قوي بالحديث. وعايزه اقول لقناه الشرقيه للدراما كل سنه وانت طيبه، امتعتينا في رمضان، انا كنت من احدى متابعينك يعني. قد ايه كنت منوره بمسلسلات، قد ايه كانت قويه وقد ايه كانت جميله. ويا رب ان شاء الله 2013 تستمري وتدينا اعمال كتير حلوه. الحاجه اللي بتميز قناه الشرقيه للدراما ان هي بتجيب مسلسلات من اقوى المسلسلات من الوطن العربي كله مش من مصر بس، واتشرف طبعا ان انا اي عمل ليا يتعرض عليها، ومتشرفه جدا ان انا النهارده معاك يا محمد من خلال القناه. اتمنى لها يا رب التوفيق والنجاح والتالق، و2013 تبقى سنه سعيده على الشرقيه للدراما، ودايما بتمتعنا باحلى البرامج وباحلى المسلسلات. كل سنه وانتم طيبين،
ودايما دايما متالقه. ميرسي قوي. ميرسي يا مريم، شكرا قوي. النجمة الجميلة رانيا فريد شوقي الحقيقة دايما بتفاجئنا بأعمالها الفنية الجميلة. في شهر رمضان اللي فات قدمت لنا مسلسل كوميدي جميل جدا بعنوان بنات في بنات. في اللقاء اللي جاي مع رانيا فريد شوقي هتكلمنا عن أسرار المسلسل وكمان هتكلمنا عن أعمالها الجديدة. رانيا كان ليكي مسلسل مهم جدا في رمضان بنات في بنات، قدمتي 30 شخصية مختلفة، انت جبارة بصراحة. لا 15 كل حلقتين شخصية. ودول عملوا لي جنان، 30 بقى كنت لسعت خالص يعني. فهو كده، لا هي كانت تجربة صعبة ويعني احب اكررها تاني بس بعد اجازة كده سنتين ثلاثة. يعني اكتر شخصيه كنت منفعله معاها من الشخصيات ال15؟ كان في حلقه اسمها اعتصام بتتكلم عن حال المراه المصريه في الايام دي ما بين الشغل والبيت، وان الحاله الماديه خلاص للاسره المصريه ان لازم اصبح في الزام ان الزوجه تنزل وتشتغل عشان الماده، عشان يقدروا الزوج والزوجة يفتحوا البيت، فده بيأثر على نفسية الست وهكذا يعني. تمام. يمكن برغم من ان بدايتي كانت سينما يا رانيا، لكن بعدتي عن السينما وجمهور السينما يعني بيطالب بعودتك بقوة. لا ايه غايبة ليه؟ لا مش غايبة خالص، بس هي يعني يمكن من الافلام القوية جدا اللي بتعرض في التلفزيون وبتحقق نجاح كبير. من شربات مع طبعا الملك فريد شوقي طبعا والدك الله يرحمه. ذكرياتك يعني الفيلم ده والنجاح اللي حققه؟ ذكرياتي احلى حاجه في حياتي واحلى فتره في حياتي، وانا في حضن ابويا وبمثل قصاد فريد شوقي واخراج استاذ محمد عبد العزيز. فلا طبعا موضوع بالنسبه لي، وانت سالت الفيلم اهم حاجه في حياتي يعني. مفيش تعليم من غير دروس خصوصية، ومفيش علاج من غير أدوية غالية، قولولنا إحنا نعمل إيه؟ هنعتصم بإذن الله. الـ2012 كان في مجموعة كبيرة من الأرقام المهمة جداً في حياة النجوم اللي هنتعرف عليها من خلال فقرتنا المميزة جداً بورصة النجوم. نفس ومعيشة في معتقل 20 سنة. إيش ترامب؟ هي قاعدتنا الذهبية، الزبون دايماً على حق. أنت لسه ما ركبتش سنتر لوك؟ واحد الواجل قال لي خطأ عم طوب. استقبلت دور العرض السينمائي في عام 2012 24 فيلم محققة إيرادات وصل مجملها 171 مليون جنيه. في المركز الأول يأتي فيلم تيتا رهيبة للنجم محمد هنيدي وحقق 22 مليون جنيه. في حلم معين حددتك تقول الأحلام ولا أحلام بواحد؟ شفت الموضوع وصل لإيه معايا في شخصيتي؟ تيتا أهويا. Thank you.
بعض في الافراح عندكم كده برضه يا شيخ العرب؟ والله بتفهم في الاصول. اما فيلم المصلحه بطوله احمد السقا واحمد عز فقد جاء في المركز الثاني وبلغت ايراداته 21 مليون ونصف المليون جنيه. قدام بس خسيس. عمرك فكرت انت لو مت انا وضعي هيبقى ايه؟ يا ستي محدش بيموت فاس عمر. يا ابني مفيش محاضرات مفيش قضية. أنا قررت أغني شعبي وأنا هشتغل رقاص. يعني مليون شاب استاذ. دي فكرة إيه دي بقى يا ترى؟ اللي ده وبنات مصر الجديدة والمعادي والقلعة والمهندسين يا ابني. لا المهندسين كانت تبع واحد صاحبي. في المركز الثالث فيلم عمر وسلمى بطولة تامر حسني ومي عز الدين وحقق 21 مليون جنيه. انت بتطبخي بزيت ولا بشو؟ وبعدين ترجع تنام لحد الظهر وبعدين تصحى تدخل الحمام تقعد لك ساعتين وبعدين تخرج منه تقعد تزعق وتعيش لي بدور سايق. اجي اتكلم معاك تقفش عليا وتقول لي دي عيشة طه وبعد شوية تيجي تصالحني وتقول لي معلش يا بيبي ده الشتاء. والله العظيم يا عمر ما عندك ريحة الدم. المدام أنا سوابق ومسجل وظلمت ناس كتير وافتريت. سامحنا يا ابني صفة من صفات الإله. هو من ناحية حنين فهو حنين. في المركز الرابع فيلم عبده موتة للنجم الشاب محمد رمضان وحقق 18 مليون جنيه. خدي لك نص احمر. نص احمر ده بياخدوا اللي يعرفوك يا عينيا. بيقولوا على ان انا عبيط. طول عمره بينفع. هي اول مره يعني. سكت غير سكتنا يا بنتي خالص. حازم عبد الرحمن ياسين. أما المركز الخامس فقد احتله فيلم بابا للنجم أحمد السقا وحقق 14 مليون جنيه. غير مشرف في المطعم. أنت جايب عربية جديدة مبروك. ده كاوتش بينام ولا العربية بتاعتك؟ أنا معايا سواق. معايا سواق؟ أه. لكن أنا دي بقى. ما أنا كمان معايا سواق. طب هتوصلني إزاي؟ انا كده اتاكدت ان مش هينفع. كل الستات اللي في العالم غلبانه عدا اختي. ابوس ايدك مش عايز سرنجه في المركز تاخد خبر. مدام حامل يا وطني. اهلي عارفين ما انا متجوزه. ايه ده حامل؟ ايه المفاجاه القذره دي؟ لقيت نفسي وسط عيال كتير وراجل بكرش. ناس تخلف عيل يطلع رياضي وناس تخلف عيل عنده تبول لا ارادي. المركز السادس كان من نصيب فيلم الآنسة مامي بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وحقق 13 مليون ونصف المليون جنيه. حلوين انا سبتين اذا كان انا مولدك ثلاث مرات قبل كده. نعم دوما كنت وحش امبارح يا بنت اللذينه. هي الواحده مننا ليها ايه غير جمالها وشعرها وكلبها؟ اصل ابوكوا عايز ايه عبيطه تبيع حريتها الراجل يطول ايده عليها. القصر ده بقى ملعون واي حد بقى يفكر ان هو يبيعه بتسيبه يدعن على طول. انا بايع وفجاه على اللي انتوا عرفتوا ولاد شكلهم حلو. المركز السابع فيلم بنات العم وبلغت ايراداته 12 مليون جنيه. وممكن تساعدنا نغير العجلة؟ احنا الثلاثة الوحيدين هنا معناش راجل. شوق مخدودة جدا. شوق كريم الدب. شاهندي اسجلها ايه بقى؟ شيماء. بصوا بقى اذا كان على الزعيق والفتوانة فانا اصلا من عبدين. ده انا جايبها من تحت اوي. في المركز الثامن
فيلم حلم عزيز للنجم أحمد عز وحقق 9 مليون جنيه. بره البيت مليتها. ده ابنك تامر سعيد جوز أخت عزيز، بس في مشاكل ما بينه واحتمال أطلقها. حكر الله عشان ربنا يديلك بدل ما يديلك. مش محتاجة دعوتك، مزهزهة والحمد لله. وانت بقى الزعيمة بتاعتهم؟ انا مش زعيم على حد يا باشا، احنا لا مؤاخذة مش هنتكلم غير في وجود المحامي بتاعنا. المركز التاسع فيلم ريكلام بطولة غادة عبد الرازق وحقق 7 مليون جنيه. ما تلاموا نفسكم، انا اللي بتتعوج عليا بصفرها سنتين في القنار. خلاص خلصت منها. لا لا لا، منها الأكلة دي. انت تاني يا حلو صبا، انت ما بتدبش والنبي صبا. ايه ليه ليه؟ يا نهري. يا ما. أما المركز العاشر والأخير فكان من نصيب فيلم الصلح خير بطولة سعد الصغير ودينا وحقق 5 مليون جنيه. هو انت بجد ولا 3D؟ عطشان عطشان عطشان. يسعد مساكي من غير ما تمسي، يسعد مساكي وما بيبحس. اسحر رد علي. البنت في مرحلة اللي هي مرحلة المراهقة، اللي اسمها مرحلة التذبذب العواطفي. طب وهنعمل ايه يا اختي في الموضوع ده؟ كيفي خطفت الرجالة يا مولا عبديتي؟ لما ريشك يا كتكوت انت وهي. وصلنا لختام حلقتنا النهاردة، استنوني في حلقة جديدة من برنامجنا هوليوود الشرق ومجموعة كبيرة زي ما عودناكم من الأخبار والانفرادات واللقاءات الحصرية فقط على شاشة الشرقية دراما. أشوفكم على خير.